إننا نحن المسلمين نتساءل لماذا لا يجتمع المسلمون على مذهب واحد وتحل جميع الاختلافات في بعض الأمور في الدين الإسلامي. هذا من المستحيلات بارك الله فيك. هذا من المستحيلات أن جميع الصحابة يجتمعوا على المعصية. الصحابة رضي الله عنهم لا يجتمعوا على شيء واحد. لا بد من الاختلاف لأن العلم يتفاوت. هذا يعلم أكثر من هذا وفوق كل شيء من العلم. اجتماع الناس على شيء واحد من المستحيلات. قرأت في كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله.